السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم الرأي الحر. الليلة سنبدأ بالزيارة المثيرة لدكتاتور دمشق إلى الإمارات. الإمارات إذن استقبلت بشار الأسد بعد أن وقفت يوما ما ضده ودعمت فصائل الثورة. توقيت الزيارة بعد 11 عاما من الثورة، أهدافها ودلالاتها أيضا كما يراها الجمهور المتابع والمتفاعل معنا. ثم ما صدقية امتعاض وإحباط أمريكا من هذه الزيارة، وكأنه بدت الولايات المتحدة غير راضية على هذه الزيارة. هذا الحقيقة يفطر السؤال وجيه: هل الإمارات باعتقادكم باتت تلعب خارج المربع والفلك الأمريكي، أم أن هذا الامتعاض الأمريكي تمثيل وأن كل ما يجري هو بترتيب أمريكي إسرائيلي وربما لجرجرة بشار الأسد لدخول نادي المطبعين قريبا؟ هناك وجهة نظر أخرى تقول بأنه ربما يكون بشار يتحرك كمبعوث روسي، وبالتالي كل ما سبق ذكره لا صحة له. على كل حال، كل هذه الاحتمالات نطرحها في ساعتنا الأولى لمن يرغب في المشاركة وإبداء الرأي. الساعة الثانية نخصصها لتونس، مظاهرات يوم غد في الذكرى 66 للاستقلال. تونس تحتفل باستقلالها وتتظاهر ضد الانقلاب. تخفيض التصنيف السيادي أيضا لتونس، ومخاوف جدية الحقيقة على مستقبل البلاد الاقتصادي والمؤسسات والسياسي أيضا. حزب العمال اليساري يقول إن أول مشروع لسعيد فشل فشلا ذريعا، في إشارة إلى الاستشارة التي أجراها قيس سعيد، ويبدو أنها بالفعل من حيث الأرقام ومن حيث ما توارد تبدو فاشلة وفاشلة للغاية. تونس إذن تحيي ذكرى استقلالها يوم غد، هناك مظاهرات متوقعة لكنها تحيي ذكرى الاستقلال وهي تحت الانقلاب. وهناك من يقول بأن الانقلاب هو تكريس لاستمرار التبعية للمستعمر السابق. ماذا عساهم يفعلون التونسيون غدا، وما هي رسائلهم في مظاهرات عيد الاستقلال؟ كل هذا سنطرحه في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من هذه الزيارة المثيرة للدكتاتور السوري بشار الأسد إلى الإمارات. التوقيت والدلالات. أهلا بكم. في زيارة هي الأولى لبلد عربي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، زار الدكتاتور السوري بشار الأسد الإمارات، والتقى هناك ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد، الأمر الذي انتقدته واشنطن وأثار تساؤلات حول طبيعة الزيارة وتوقيتها. التقى الأسد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية شدد بن زايد على أن سوريا ركن أساسي من أركان الأمن العربي وأن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها. بحسب ما ورد، ناقش الرجلان كيف يمكن للإمارات تقديم الدعم السياسي والإنساني لسوريا، وكذلك كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي كما وصفته بين البلدين حول مختلف القضايا. كان من بين الإماراتيين الذين التقى بهم الأسد الملياردير حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم الضالع، كما ورد في عدد من الخلافات الأسرية في الفترة الأخيرة، أكان في خصوص زوجته أو أحد إحدى بناته. تمثل الزيارة تحسنا محتملا وواردا في علاقات سوريا مع بعض جيرانها العرب الذين كانوا قد فرضوا عزلة على نظام الأسد
في السنوات الماضية. لكن هناك طرف دولي رئيسي الحقيقة يبدو غير مرتاح لهذه الزيارة. الولايات المتحدة انتقدت هذه الزيارة قائلة إنها أصيبت بخيبة أمل شديدة. تعارض الولايات المتحدة مساعي تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري حتى يتم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية، لكن الحقيقة لم يلاحظ جهود جدية من الولايات المتحدة لحل هذه الأزمة السورية، هذا وفق انتقادات سورية وحتى عربية. الإمارات إذن واستقبال الأسد، توقيت الزيارة، أهدافها ودلالاتها. ما صدقية امتعاض وإحباط أمريكا من هذه الزيارة؟ هل تصدقون أنتم ما تقوله الإدارة الأمريكية؟ أنها غير راضية على هذه الزيارة وأنها كذا وكذا، يعني وكأن الإمارات تتمرد على الفلك والمربع الأمريكي. هل الإمارات باتت تلعب خارج هذا المربع؟ أم أن كل ما يجري هو يجري بترتيب أمريكي إسرائيلي كما يقول البعض، وربما في إطار، تعرفون أن الإمارات الآن سيدة المطبعين، ربما هذا يأتي في إطار محاولة جر بشار الأسد قريبا إلى نادي المطبعين. إذا كان هذا غير صائب وغير صحيح، أتراه إذن بشار يتحرك ربما كمبعوث روسي في هذه المرحلة؟ وبشار ما زال ربما يكن احترام وتقدير واسعين لبوتين الذي أنقذ نظامه يوما ما من سقوط محقق. ماذا ترون في هذا الموضوع وكل هذه الأسئلة التي طرحناها؟ سنعود للجمهور بعد قليل، ولكن نرحب بضيف حلقتنا. في البداية ينضم إلينا السيد عبد القادر النايل، الباحث والمحلل السياسي من عمان. سيد النايل مساء الخير، ماذا في هذه الزيارة برأيك أن يزور بشار الأسد في أول زيارة لدولة عربية منذ اندلاع الثورة يزور الإمارات؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. تأتي هذه الزيارة بعد زيارة مكروكية أجراها الرئيس الكيان الصهيوني المحتل فلسطين للإمارات ومن ثم إلى تركيا، وبالتالي هذه الزيارة هي كانت تمهيد لقبول نظام بشار الأسد الذي صرحت بعض الدول على قبوله في جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية قبيل هذا التطبيع الواضح تماما. وبالتالي يعني تقودنا القضية إلى يعني استنتاجا علميا أن نظام بشار الأسد قد تم تطبيع العلاقات مع الإمارات واستقبال الإمارات له كفتح الباب لرغبة إسرائيلية في ضم نظام بشار الأسد للأنظمة التي يمكن أن تساهم في حماية إسرائيل، لأنه هو معلوم تماما أن بشار الأسد قدم خدمة جليلة كبيرة عبر تطهير وتمزيق الشعب السوري الكتلة الصلبة الأقرب إلى فلسطين والمساندة دائما للقضايا الفلسطينية ولمقاومتها، وبالتالي الرافضة أيضا لاحتلال فلسطين وهي المطالبة بالسعادة في الجولان الذي تنازل عنه بشار الأسد ثم حافظ الأسد ثم الآن بشار الأسد، واعترفت الولايات المتحدة بسيادة أو باحتلال الكيان الصهيوني على الجولان. لذلك بشار الأسد حقيقة هو الأأمن والأكثر قربا بالكيان الصهيوني، ولولا الكيان الصهيوني لسقط بشار منذ فترة طويلة. وأنا هنا أختلف مع بعض الآراء التي تقول أن وجود روسيا في حماية نظام بشار الأسد كان برغبة أمريكية، بل بالعكس كان برغبة إسرائيلية وهي من دعته لحماية نظام بشار الأسد على حساب الشعب السوري وقتل الشعب السوري. لذلك تأتي هذه الخطوة في استكمال ترسيخ الأنظمة التي من شأنها تحمل كيان الصهيوني وقدمت خدمات جليلة عبر إنهاء الشعوب التي يمكن أن تشكل الكتلة الصلبة في مزاحمة احتلال. نحن هنا إذن سيد النايل، وفق هذا التصور نحن أمام أسئلة يعني تطرح بالضرورة في هذه الحالة. ما حقيقة إذا كان هذه الزيارة هي زيارة لبلد قريب جدا الآن من إسرائيل، مطبع ومتماهي تماما مع إسرائيل، ونقصد الإمارات، وربما بشار الأسد قد يكون الآن دخل هذا النادي بشكل تدريجي،
ما حقيقة إذن الامتعاض الأمريكي؟ يفترض أن أمريكا إذا كان بشار يتجه نحو التقارب مع الإمارات أكثر ومع إسرائيل أكثر، يفترض نظريا أنها تكون من المرحبين. هذا من جانب. ومن جانب ثاني، هل نصدق بأن بشار يبتعد على الفلك الروسي إن صح أن نقول ذلك، ويقترب من الجهة الأخرى وهي الجهة الإسرائيلية الأمريكية؟ أولاً، الامتعاض الأمريكي يأتي من خلال حقيقة بعض المواقف التي صوت عليها كقانون قيصر وغيرها، وهذا حقيقة هو ذر الرماد في العيون، لأنه ما يجري حقيقة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توهم بأنها لا زالت تلعب على المتناقضات وأنها بعيدة عن هذه التصورات. والمعلوم تماماً أنه لا يمكن لإسرائيل ولا للإمارات أن تتحرك بهذا الإطار، لأنه لا سيما أن الإمارات أصبحت قاعدة مشتركة للدعم اللوجستي والأمني والاستخباري، وغرفة عمليات مشتركة أعلن عنها مؤخراً في تنسيق أمني عالي المستوى في المنطقة بين الكيان الصهيوني وبينها وبين بعض الأنظمة الأخرى. وبالتالي ما يحدث حقيقة من امتعاض أمريكي هو امتعاضاً فقط لذر الرماد في العيون، أما على أرض الواقع في هذه الخطوات الاستراتيجية هي ليست بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يمكن أن بشار ليس الآن، أو التوقيتات ليست مع الأزمة الأوكرانية الروسية، ربما كانت أمريكا تمتعض من التوقيتات إذا أردنا أن نأخذ بهذا الإطار، وليست العملية تتعلق بقبول بشار أو عدم قبوله، لأنه من لم يستطع إسقاط نظام بشار الأسد رغم أنه تبنى قانون قيصر في وقت ماضي، وبالتالي لم يستطع أيضا أن يتفاهم مع القوى السورية الحقيقية التي أبدت مرونة في عملية الانتقال في سوريا وقبول كثير من الخطط الدولية، ومجلس الأمن الدولي ذات قرارات صلة، والدول العربية قد عقدت عدة اجتماعات للائتلاف السوري المعارض، وبالتالي لم يصلوا إلى مرحلة تسوية وجود نظام مشترك يمهد انتخابات حرة في سوريا. كل هذه من أفشلها هي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تخليها عن كثير من الالتزامات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، أو القرارات التي هي أنتجتها وفرضتها على المنطقة وبالتالي تخلت عنها. لذلك التوقيتات ربما، لأن بشار معروف تماما انحياده للمعسكر الروسي، والآن تكلم عن أزمة أوكرانية روسية، ربما التوقيت هو الذي امتعض منه الأمريكان ليس إلا. وهذا الامتعاض حقيقة يتم سحب غضبه من خلال الإسرائيليين، هم أنفسهم يستطيعون إفهام الأمريكان بأن المصلحة تقتضي التسريع في عمليات التطليع في المنطقة. طيب، بعيدا عن البيانات العربية المكرورة التي تتردد دائما في مثل هذه الزيارات، التقى الزعيمان وشكر كلاهما على كرم الضيافة وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدا عن هذه البيانات المكررة، في الواقع برأيك في الغرف التي التقى فيها بشار مع محمد بن راشد أو محمد بن زايد أو غيرهم، ماذا بحث بالضبط؟ ما هي المواضيع التي يمكن يعني عكف عليها هؤلاء خلال هذه الزيارة؟ معلوم تماما أن المواضيع تهدف إلى تأمين وجود الأنظمة وعدم الوصول إلى تطلعات الشعوب، وهي بالتأكيد تماما تكريس لحكم الأنظمة الدكتاتورية أو حكم الأنظمة القمعية التي يمكن أن تساهم في وساهمت في الثورات المضادة. وبالتالي ما يحدث هو عمليات تنسيق ما بين، ويمكن استخدام بشار الأسد بهذه القضية، ما بين روسيا وما بين إيران المتغطرسة في المنطقة، وهي ليست بعيدة عن هذه اللعبة بالمطلق. وبالتالي نتكلم حقيقة عن إعادة تشكيل جديد لخارطة في المنطقة، ولا سيما أنه بشار الأسد لم يتهم الإمارات أو غيرها بالثورات التي أرادت أن تطيح به، اتهم بعض الدول الأخرى في هذا الجانب، وهذا بالتأكيد حقيقة نتكلم عن صناعة جديدة على ترسيخ الحكم القمعية، ولا سيما أن هناك كانت جهود كبيرة بذلت أيضا لإرساء على سبيل المثال حفتر لحكم ليبيا، لكنها فشلت على أرض الواقع. وأيضا كان للروس دعما بهذه القضية، وكان للمال الإماراتي أيضا موجودا. وما يحدث الآن حقيقة هو إعادة هذه القضية بالتفاهم، ليكون بشار سفيرا لهم باتجاه إيران واتجاه روسيا
لتهدئة الأوضاع عليهم وبالتالي إبقاء النفوذ في هذا الإطار، وبالتالي يمكن أن يتم إعادة قبول. لكن هذا القبول هل سينجح بالمستقبل؟ وأقصد هنا قبول بشار الأسد، هل سينجح؟ نتكلم عن شعب سوري رافض بالكامل لهذه القضية، وبالتالي هو يعني لا يمكن العزف على أنه ما يؤخذ بالقوة سيستمر. يعني الإرهاصات الدولية على المنطقة لا يمكن لأحد أن يتكهن بها، وبالتالي أيضا الشعب السوري لديه خياراته، ولا سيما أن أيضا تركيا موجودة في المنطقة لا يمكن أن يتم تجاوزها خصوصا في الملف السوري. ولذلك نحن أمام تداعيات جديدة، لا يمكن أيضا أن تذهب الإمارات وحدها بفرض إرادتها على المنطقة حتى وإن نجحت في فترة معينة أو فترة قصيرة قادمة. بالتالي نتكلم عن سيناريوهات كثيرة تستهدف المنطقة في الأشهر القادمة. أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية سيد النايل، أن ربما الدول العربية وبالذات ربما الخليجية تحتاج إلى سفير لهذه الدول بينها وبين إيران وبينها وبين روسيا ربما في هذه المرحلة المتقلبة من العالم. هنا ربما نطرح اسم السعودية، يعني إذا كان الأمر يتطلب علاقة هذه الدول مع كل من إيران وروسيا، السعودية يهمها الأمر، وبالتالي قد تكون أيضا ضمن من هندسوا هذه الزيارة، زيارة بشار إلى الإمارات. أين ترى موقع السعودية في هذا الجهد؟ أراها أنها هي من تقود الملف بالكامل، لذلك لا يمكن الإمارات أن تتحرك بهذا خطوة بهكذا خطوة، ولا سيما محمد بن زايد دون استشارة السعودية. وهناك عدة تنسيقات جرت بهذا الإطار بشكل واضح تماما. إذا ما تابعنا الزيارات المكوكية ما بين الطرفين، وخصوصا زيارات ولي العهد السعودي للإمارات مؤخرا، تؤكد تماما على أن هناك اتفاقات واضحة تماما بهذا الإطار، ولا سيما بعد امتناع الإمارات عن التصويت داخل مجلس الأمن لإدانة روسيا في عدوانها على أوكرانيا. وهذه حقيقة كلها سيناريوهات متفق عليها بالتأكيد من أجل أن يكون لديهم سفيرا، ولا سيما أن هناك تعطل في المفاوضات الإيرانية السعودية بشكل واضح تماما، وأخذت بظلالها أيضا إقدام إيران على قصف أربيل كرسالة واضحة تماما بعد أن تم استهداف أهم قاعدة ومصنع للطائرات المسيرة في كرمنشاه في إيران. مباشرة جاء الرد بصواريخ باليستية باتجاه أربيل. هذا كل حقيقة يفضي إلى أنه بالفعل السعودية لها دور كبير تماما في استخدام بشار الأسد، وهذه حقيقة لب الموضوع في هذه القضية، أنهم يريدون استخدام بشار الأسد من أجل يعني تصفير مشاكلهم وتقليل عملية استهداف إيران لدول الخليج، ولا سيما أنها أعطت إشارات إيجابية لروسيا بكثير من المواقف، وبالتالي تنسق أيضا معهم بهذا الإطار. وانفتاح السعودية على الصين يؤكد ذلك، أنهم يستخدمون جميع الوسائل للضغط على إيران، لأنه من المحتمل أيضا في ظل صراع على سيادة المنطقة أو الاستفراد بالمنطقة، فإن إسرائيل ممكن أن تقدم على خطوة أخرى وهي ضرب المفاعل النووي الإيراني، حتى لا يكون هناك أي قوة يمكن أن تزاحمها في إدارة الصراع المنطقة. ولها وهنا لا أقصد عداء كبيرا بين إيران والكيان الصهيوني بالمطلق، وهناك توافقات كثيرة بينهما على المنطقة، لكن حقيقة حجم الصراع وعدم وجود قوة نووية تنافس إسرائيل داخل المنطقة أيضا هدف استراتيجي للإسرائيليين. لذلك حتى لا يتم، إذا ما حدثت هذه الخطوة، حتى لا يتم استهداف السعودية والإمارات بالصواريخ الإيرانية. أختم معك سيد النايل فيما يتعلق بالمستقبل بناء على هذه الزيارة، وفي ضوء بالطبع القمة العربية المقبلة والتي دار حديث حول مشاركة سوريا، جدل بين صفين ربما من الأنظمة العربية، طرف يؤيد مشاركة وإشراك سوريا وطرف يرفض، ماذا نتوقع في الأسابيع والأشهر المقبلة؟ الدول أكثرها قد ذهبت باتجاه رأي وجود بشار الأسد ضمن القمة العربية، وأعتقد أنه سيتم تمثيله واستيعابه بهذه القضية، لأنه هناك دول تقف مع هذه القضية، ولا سيما أن الجزائر أيضا وافقت بهذا الإطار، لأنه حقيقة هناك دوافع كثيرة
تتحرك مع وجود بشار الأسد لاستخدامه أو التنسيق معه، ولذلك السيناريوهات ستكون مفتوحة. وهل سينجح بشار في مهمته في عملية أن يكون يعني ساعي بريد بين الإيران والروس وبين دول الخليج، وهنا أقصد الإيرانيين أكثر من الروس في المنطقة، هذا حقيقة يتوقف على مهمته القادمة. وهنا أتوقع أنه أيضا ستلقي بظلالها على المشهد السوري، لأن السوريين حقيقة في هذه الأيام، وحتى توقيت الزيارة كان توقيتا ربما أنا أضعه في دائرة الخبث والقصدية، لأنه هذا التوقيت جاء في الذكرى 11 للثورة السورية، وهذه رسالة واضحة تماما على التخلي الواضح العربي عن جميع الوعود، أو الأنظمة العربية عن جميع الوعود التي قطعوها للشعب السوري واستقبالهم لبعض القوى السورية بهذا الإطار. وبالتالي هي رسالة على أنهم فضلوا بشار الجلاد على الشعب السوري المظلوم، وهذا حقيقة ما سيجعل أن المستقبل مفتوح على مصراعيها، لأن الشعب السوري أيضا كلمة، ولأن هناك كثيرا داخل سوريا من يبحث عن الاستقلالية قسد وغيرها، ولذلك نحن أمام سيناريوهات متعددة لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن أن نجزم بنجاح أحدهما. الأستاذ عبد القادر النايل الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان، نشكرك جزيل الشكر. إذن العديد من النقاط ذكرها ضيفنا، بإمكانكم التعليق الرد أو الإضافة. محمد من فلسطين يقول لم ولن تخرج هذه الزيارة عن الطاعة الصهيونية والأمريكية، أو ربما يشير إلى الإمارات، وهذا بإعاز من أسيادهم، هكذا يقول. عبد العظيم أيضا من الأردن يقول هذه مسرحية كتبت في إسرائيل وطبعت في واشنطن ووقعت في موسكو، والطبالون عرب والمشجعون أبواق متسلقة في الوحل، كما يقول طبعا عبد العظيم من الأردن. زهير من الجزائر يقول الذي يطبع مع كيان الصهيوني لا يمكنه الخروج عن سيده الأمريكي، وامتعاض الأمريكي من الزيارة تمثيل في تمثيل، البعض لا يصدق هذا الامتعاض الأمريكي. نأخذ مشارك. عبد الرحمن مساء الخير. عبد الرحمن مساء الخير أستاذ، تفضل. مساء الخير أستاذ صلاح، مساء الورد، تفضل. والمشجعين ديالك الأعزاء، بالنسبة أستاذ الزيارة ديال هو أنا نسميه تفاح، لا يمكن أن نسميه رئيس دولة أو باسمه زيارة تفاح للإمارات. هو أستاذ صلاح بالنسبة لي من زاوية النظر ديالي أنا، هو يدخل في خدعة، كاين واحد الخدعة حربية سياسية تقتضي أنك تحاول تشتيت انتباه بوتين الى واحد الجهه وهي سوريا، تخليه يفقد التركيز ديالو على ما كنعرفوا بان سوريا بالنسبه لبوتين راه ماشي سوريا البلد او الشعب، وانما سوريا البحر المتوسطيه. وثم هذا اولا، ثم الدور ديال الامارات، وانت اعلم من المشاهدين ومن المستمعين، وهو خلق ثغرات في اي منطقه. الدور ديال الامارات انها تخلق ثغرات في اي منطقه اللي فيها ترى فيها تهديد لما أمريكا خادمة، أي تهديد لمصالح أمريكا فهناك حاضرة الإمارات. وعلاش المصالح ديالها؟ أولا المصالح الاستراتيجية ديالها الاقتصادية والسياسية والآخرة، ثم التمدد ديال أي قوة يعني تكون إقليم، وها هي الآن تهدد أمريكا، تهدد الصين. وسبق المسؤول الإسرائيلي أن وزارة روسيا غير هذه الأيام الأخيرة، هذا غير توهين بانه راح نعات بوتين، وهي غير خدع. يعني هناك سيناريو محبوك قديم وهو اللي طبقه الان، والذي يعني مضاف التنفيذ هو الامارات. فالان هما يحاولون حاولوا انهم يشوهوا السمعه ديال بوتين الى اخره، يعني هناك واحد الحرب نفسيه. طيب الان، وشكرا استاذ. شكرا لك عبد الرحمن. خالد من الجزائر. خالد مساء الخير. مساء الخير أخي صالح، يا هلا بيك. هذه صفقة عقدت بين الجزائر ومصر، وتتولى المهمة الإمارات، لأن الجزائر هي أول دولة دعت إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العبرية. ولكن دعني، الجزائر الآن يعني حصلت على الموافقة بعقد دورة الجامعة، هذه الجامعة في الجزائر، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع.
لكن دعني أذكر بجرائم الأسد. 225 ألف ضحية، تدمير وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية لسوريا، غاز السيرين في شيخون، أطفال رأيناهم أجسادهم ترجف من الأسلحة الكيميائية، كذلك موقف روسيا، روسيا موقف روسيا في مجلس الأمن لتحويل ملف الأسد إلى المحكمة الدولية، كذلك موقفها في منع إمدادات المشردين في الأراضي السورية بالمساعدات، وكان يتم قصف القوافل. نذهب بعيد، هذا مجرم حرب، وبوتين مجرم حرب، والنظام في الجزائر جرائمه في التسعينات 250 ألف ضحية. طيب خالد خالد خالد، اللعبة تبدو أو المسرح الآن اللي أمامنا لدور حول محاولة ربما تبييض صورة بشار، وكأنه جهد دولي أن تضع الجزائر ومصر والإمارات وربما روسيا، لكن ما موقع أمريكا الممتعضة في هذا المشهد الذي وصفته منذ قليل؟ موقع الولايات المتحدة الآن محاصرة روسيا والحرب الجارية ودعم الحرب. لا ننسى أن هناك صراع في الولايات المتحدة الأمريكية خفي بين الحزب الدستوري والحزب الديمقراطي، وكل واحد يحسب في خطوات الآخر وأخطائه ويضع له مطبات، لأنهم دائما يفكرون بعيد في الانتخابات. لكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني يكفي أنها كانت تشاهد ميليشيات إيرانية في سوريا، ميليشيات حزب الله في سوريا، إسرائيل تتفرج وأحيانا تقوم بقصف. شكر لك خالد، شكر لك خالد. فقط للتصحيح، أعداد الضحايا في سوريا ليسوا 285 ولا 65، أعداد الضحايا فقط المتأكد من هوياتهم وفق العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية 610 ألف. هذا ناهيك عمن فقد ولم يعثر له على أثر، وممن قتلوا ولا يدري أحد عن هوياتهم وغيرها وما إلى ذلك. الأعداد هناك من يضعها في حدود المليون، المليون ضحية. بشار الأسد وهذه القوات التي جاءت لدعمه من ميليشيات لبنانية ومن ميليشيات إيرانية ومن قوات روسية وقوات إيرانية وغيرها ارتكبت مذابح ربما يعجز اللسان عن وصفها. نايف مساء الخير. ألو، السلام عليكم. اختصار سريع، هذا أخوي صالح بعد زيارة بشار الأسد تكشف لك الدلائل أنه بشار الأسد وحزب الله وإيران لهم علاقات مع الدول الخليجية 100%، وكانوا يتباكون على الثورة السورية وهم اللي يقتلونهم، هم اللي يدمرونهم. هذا قرار مو أمريكي، الأمريكان يصبرون، الأمريكان الحين كشفوهم كلهم من أولهم لآخرهم. الحين تدري شنو راح يصير؟ راح تتغير سياسة الولايات المتحدة من الجامعة العربية، من مجلس التعاون. يعني لما يجي حاكم خليجي يتكلم يقول إيران أو حزب الله أو الحوثي ما راح يعطون سلاح. الحين راح تتغير الكونغرس والبنتاغون. طيب نايف، حتى فقط أحاول أن أفهم ما تعني بالضبط. يعني أنت ترى أن الإمارات الآن تلعب خارج الهامش الأمريكي؟ صالح، أوضح لك شغلة. هم مو كانوا يتكلمون إيران وبشار الأسد، سفارات إيران موجودة وسفارات بشار الأسد موجودة، وكانوا يذبحون وتآمروا على الشعب السوري وذبحوا الجامعة العربية ومجلس التعاون. هذا ما أدي إلى إدارة البيت الأبيض أن ترفع يداها عن الحكام والحكومات العربية وتجدد رياح الثورة العربية. لعبوا بدينهم بالنار، فهمت؟
شكرا لك نايف الكويت، أشكرك على كل حال. لا أدري إذا كانت الولايات المتحدة همها أنه تعود رياح الثورة أم لا، ربما أحد المتآمرين الرئيسيين على ثورات الربيع العربي هي الولايات المتحدة تحديدا، هي التي كانت تتابع، وأنت قلت بنفسك كانت تتابع الشعب السوري يذبح وهي لا تتحرك، وكانت أيضا حتى موقفها في مصر اللبس التردد في البداية وكأنه كان في إطار التمثيل، ثم الدعم الواضح للانقلابي في مصر عندما تربع على عرش المحروسة، وهكذا. في مثل شعبي يقول لك لا يوجد قط يصطاد لوجه الله، هو مثل شعبي على كل حال. هذه الدول أصحاب مصالح، يمكن لأمريكا أن تدعم الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي حتى تقوم ديمقراطيات، وهذه الديمقراطيات تبحث عن حقوقها، والحقوق تعني أشياء كثيرة، والأشياء الكثيرة هذه تهدد مصالح هذه الدول. هذه الدول لا تريد لنا أن نشكل ديمقراطيات. نقطة ونعود إلى السطر. أبو القعقاع مساء الخير. خير يا أستاذ صالح. يا أهلا بيك. أكلمك من بريطانيا يا أستاذ صالح، عطني مساحة لو سمحت. تفضل. أول شيء طال عمرك الإمارات عدوة الشعوب، وهي الدول اللي يذبح الشعوب. ثاني شيء تبي تستضيف طال عمرك سوريا في بلدها مع إسرائيل، وهذه الخطة. أما هتخرج من عباس أمريكا مستحيل، يعني أنا الخليجيين أظهر من عباس أمريكا، هذا غير مستحيل. من اللي بيظهر من عباس أمريكا؟ هذا مهما بعد جاءت يا أستاذ صالح. يعني أنت تقصد الخليجيين بما فيهم قطر؟ كلهم الخليجيين بدأت خشب. ربما أنا أقول لك ربما الإمارات، لأنه أمريكا عندها قاعدة في قطر وقاعدة كبرى، والعلاقات تتحسن. تعرف أنت الأمريكيين كل مرة يقولوا أنه قطر هي حليف استثنائي وكذا، هذا أغاظ الإماراتيين. ربما الإماراتيين الآن يبحثون عن حليف ثاني، لا يريدون أمريكا. حليفهم سوريا، أتابع أمريكا مثل سوريا. أول شيء طال عمرك نحن حلفاء لأمريكا وأصدقاء ومتشاركين في كل شيء. أما حد من الخليجيين يظهر من عبات أمريكا هذا مستحيل. بعدين ما تقدر الإمارات تخرج من عبات أمريكا تروح سوريا، لا بدأ بيزين خاطر أمريكا صحة مع سوريا من صالح إسرائيل. إسرائيل بتطبع مع سوريا، تدرين ولدها المدلل بشار الأسد. يعني أنت ترى أن بشار الأسد مقبل ربما وليس مدبر باتجاه النادي، نادي المطبعين العرب؟ واقسم بالله على إسرائيل، واقسم بالله على إسرائيل، من قد شلوه قليل حميته إسرائيل من قبل هبوء حميته يا أستاذ صالح والله شكرا. العظيم شكرا لك أبو القعقاع. ننتقل لحسين من بلجيكا. حسين السلام عليكم. أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخ صالح. أيوة. هذه الزيارة مقررة للإمارات من 6 شهور، ولو ما أجى الضوء الأخضر من إسرائيل وأمريكا ودول العربية والله ما قدر كان يدخل الإمارات ولا يحط رجله في الإمارات، لأنهم هم كان بدهم يسحبوه للإمارات علشان يدخل إيش خارطة التطبيع مع إسرائيل. والله لو إسرائيل ما وافقت ولا أمريكا وافقت والله ما يقدر يدخلها للإمارات، لأنهم كلهم بياخذوا إيش بياخذوا الموافقة من أسيادهم وليس من هذا من قائد عربي ولا من قائد عربي، لأنه تعرف أنت الحكام العرب والحكومات العربية كلهم خونة. طيب شكرا لك حسين. ننتقل، فقدنا منصور من السعودية، بإمكانه أن يعود للاتصال. معنا محمد من السعودية. الله يا صالح. أيوة سامعني؟ سامعك. أول حاجة السفير الروسي في أحد الدول الخليجية بلغ أميرها إنه لو باع غاز لأوروبا هيعتبر إعلان حرب. ده واحد. اثنين، إذا كان الشيخ محمد أو الشيخ محمد بن زايد أو الشيخ محمد راشد استقبل الرئيس بشار في الإمارات، فالأخ أردوغان استقبل رئيس إسرائيل.
إذا كان بشار قتل كم نفر فأعتقد إسرائيل قتلت ملايين من الفلسطينيين. أنا أكتفي بهذا القدر. شكرا لك محمد. يعني أنا لا أدري شو وجه المقارنة. أنت عندما تقارن بين قاتلين يعني هل القاتل الأول يبرر الثاني أم الثاني يبرر الأول؟ منهجيتك يا عزيزي يا محمد لا أدري منين مستقيها والله. يعني إذا كانت إسرائيل قتلت فنقول أيضا معذور بشار ولا إيش؟ كلاهما مجرم. هذه أجرمت في حق الشعب الفلسطيني وشعوب عربية أخرى، وبشار أجرم في حق شعبه. لا يعني أن جريمتين تكون الثانية ربما عذرا للأولى. مين جاي هالمنطق هذا عندك؟ بشار الأسد أنا حط في الإمارات، شو علاقة تركيا استقبلت؟ قلنا لك يا عزيزي لا تدخل المواضيع في بعضها، وخليك عاقل وخليك كيس. بهذه الثقافة اللي عندك صدقني وأمثالك تعشش الدكتاتوريات عندكم عقود وهي نائمة مرتاحة وحاطة رجلاها ويديها في مي باردة. لماذا؟ لأنه المنهجية اللي عندكم خاطئة. شو دخلها في هذه؟ يعني احنا حماة تركيا الآن ولا ندافع على زيارة الرئيس الإسرائيلي؟ قلنا لك مليون مرة ملعون أبو الزيارة، شو رأيك؟ وهذا كيان مغتصب مجرم، كيان الصهيوني، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لكن أمثالك لا يفقهون شيئا، مع احترامي بالطبع. أنتم عندكم رؤية واحدة ما يقولها السلطان. والله غدا وأنا على ثقة وأتحداك على الهوى، غدا لو محمد بن سلمان طبع ستكون أنت وأمثالك أول من يتحون ويزكون لأجل التطبيع، وستنغمسون في الإطراء والتمجيد لهذه الخطوة الحميدة، لأنكم لا تستطيعون أن تختاروا ولا تملكون حرية الاختيار. لكن هذا المنبر منبر الأحرار ومنبر الصادقين ومنبر من يملكون حرية الاختيار. معانا مغاربة قالوها لا، نحن ضد التطبيع، نظامهم طبع، هم قالوا لا ويشاركون معنا، وكذلك في بلاد عديدة. إنما لديكم من يريدون أن يعبروا عن رأيهم، إذا تكلموا يروحوا خلف الغيب. ولهذا لا يأتينا من بلاد الحرمين للأسف إلا من يتحي ويزكي بحمد السلطان. يكفي هذا، وإذا أردت أن نزيد سنزيد. أم شيماء من فرنسا. أخي صالح أهلا بك. يا أخي صالح، هذا المجرم تاع بشار أسد لولا أمريكا وكيان الصهيوني الإمارات لا تستقبل المجرم بشار الأسد، لأنهم يدفعوه للتطبيع. وأنا أقول أنا بنفس رأيي، أنا الإمارات هي عاصمة العرب للتطبيع، وأستاذ أمريكا والصهاينة بن زايد. ونقول لك هل بن زايد عنده حقوق الإنسان؟ هل بلاد العربية عندهم حقوق الإنسان؟ ماذا نقول أن الأطفال بالمئات ما قتلوا؟ طيب أم شيماء، حتى لا نغرق في كلام مكرر، لماذا إذن استقبلت الإمارات بشار وهي يوما ما كانت تقول برحيله وتدعم بعض فصائل الثورة؟ ما الذي تغير الآن وبشار صار في أبو ظبي؟ هذا بأمر أمريكا والكيان الصهيوني. لكن أمريكا قالت أنها مغتاظة لهذه الزيارة، ولا تنافق فينا أمريكا؟ هذه مسرحية، هذه سياسية. مسرحية، هذه سياسة للتطبيع والله أعلم. وأنا أقول أنا 100% للتطبيع، وأنا أقول أنا بن زايد، يستقبل المجرم لأنه مجرم زيه. شكرا لك يا أم شيماء من فرنسا، أشكرك. علي مساء الخير من سويسرا. علي، طيب سنعود لبعض المشاركين الآخرين، ولكن أريد أن أعطي فرصة أيضا للمشاركات عن طريق الواتساب. زهير من الجزائر يقول: الذي يطبع مع كيان الصهيوني لا يمكنه الخروج عن سيده الأمريكي،
وامتعاض الأمريكي من الزيارة هو تمثيل في تمثيل هذه الزيارة. الرسالة جاءتني منذ قليل وعادت مرة أخرى للأسف. طيب الهاشي من السعودية يقول: العرب يمدون أيديهم لانتزاع سوريا من بين فكي إيران، وذلك ليس بمعزل عن الحوار السعودي الإيراني ومبادرة الخليج لحل مشكلة اليمن وقرب الاتفاق في فيينا حول النووي. نأمل نجاح المساعي ليعم السلام والوئام في منطقتنا. سبحان مغير الأحوال، باتوا الآن السعوديين ما شاء الله يحكوا على الوئام والسلام. أنتم في السعودية بالذات كنتم تدعمون جيش الإسلام، وجيش الإسلام كان في قلب دمشق، كان على بعد ربما أقل من 3 كيلومتر من قصر بشار الأسد. الآن صرتوا هو ضيفنا كان واضح قال لا يمكن أن يضع بشار قدميه في أبو ظبي دون ضوء أخضر وتنسيق مع السعودية. وبالتالي كل هذا المسلسل، مسلسل تطبيع ومسلسل إعادة بشار إلى حاضرة الجامعة العربية وكل هذا الفضاء، لا يمكن بنظر كثيرين أن يتم دون تزكية وربما توجيه خفي من السعودية. هذا ما يقوله البعض، طبعا لا أقوله أنا. علي عاد إلينا، مساء الخير علي. يبدو عندك مشكلة علي مع الهواتف. ننتقل لعبد العزيز أيضا. عبد العزيز مساء الخير. عبد العزيز، طيب أنا لا يصلني الصوت للأسف. يزن نصر من الأردن يقول: أصبحت بعض دولنا العربية ترغب في التطبيع مع نظام بشار الأسد الذي قتل وهجر الشعب السوري، ولا أعلم كيف تريد بعض الدول العربية التطبيع مع هذا النظام. خالد من المغرب يقول: السياسيون ينهجون منطق دوام الحال من المحال، والسياسة مثل لعبة شطرنج، وإذا أردت أن تلعبها بمنطق رياضي فسيخيب مجهودك، وإذا نظرت لها من اليمين إلى اليسار فستأتيك عكس ذلك. السياسة لها عدة وجوه وفي كل ثانية تتغير بلون كما يقول. طبعا أيمن مساء الخير. أستاذ صالح، أستاذ وبروفيسور كمان، كيف حالك أستاذ؟ العفو عزيزي. بارك الله فيك. والله أنا بالنسبة يعني بشار الأسد ما له ذنب أبدا، مسكين يعني أبوه الفاجر اللي قتل الشعب ونفس الوقت أسس دولة هي الإمارات ببعث نساء كثيرات يعني بالآلافات إلى الإمارات وأسس مكان تنفيذ لدولته. طيب نعم. شكرا لك أيمن. أشكرك أيمن من سويسرا. أخذ المزيد من الرسائل عن طريق الواتساب حتى نجمع مع الاتصالات المباشرة. أبو أحمد يقول: زيارة الأسد ربما سببها طلب المساعدات والدعم لبقاء نظامه، لأن انسحاب القوات الروسية أضعف قواته، ولذلك أصبحت هناك مخاوف من سيطرة المعارضة على سوريا مما يهدد أمن إسرائيل. لاحظ هذه زاوية لم نعرضها، لكن يطلب مساعدة ممن يعني القوات الإماراتية العظيمة ما شاء الله ستذهب لحمايته من 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 فصائل الثوار، لا أحد يعلم، لكن هذه وجهة نظر أبو أحمد. ليس تقليلا طبعا من شأن القوات الإماراتية، ولكن الحقيقة يعني لا يمكننا أن نتوقع أن الإمارات سترسل قوات بهذا الحجم الذي يستطيع حماية بشار الأسد. الصادق من الجزائر يقول: من كان يصدق حقا هي السياسة في الممكن؟ دلالة الزيارة ربما هي قناعة الإمارات بالتحول للنظام العالمي الجديد الذي ستكون فيه روسيا قطب من أقطابه، وستكون سوريا بوابة العرب إليه. ربما هذا طمع بعض العرب. عز الدين من فرنسا مساء الخير. عز الدين ألو، تفضل. ألو تفضل أنت على الهواء عز الدين. ألو السلام عليكم. وعليك السلام. أنا أريد أن أتدخل في الموضوع زيارة بشار الأسد. أيوة، زيارة بشار الأسد. كل الحكام العرب خونة مثل الأسد، بشار الأسد بدون استثناء،
حتى الإماراتيين، السعوديين، الجزائريين، المغاربة، التوانسة. طيب. هذه ليست بزيارة كخيانة، هم خونة من قبل. وكذلك ماذا أريد أن أقول؟ الجامعة العربية هذه جامعة عبرية وأنا لا أؤمن بها أبدا. جميل، شكرا لك عز الدين، أشكرك. على كل حال موضوعنا ليس الجامعة الآن، وإن كان طبعا هناك في إطار هذه الزيارة حديث على أنه ربما في إطار الجهود لإعادة سوريا إلى الجامعة وربما مشاركة بشار في القمة العربية المقبلة. أبو عبد الله يقول التقرب إلى البلدان العربية هي الغاية، وسوريا لم ولن تقترب إلى إسرائيل إلا بعد الدولتين وليس كما فعلت الإمارات والأتراك. لا أدري ماذا يقصد. طيب، الإمارات تريد ابتزاز أمريكا لعدم دعمها في اليمن. الإمارات تبتز أمريكا يا رجل، كم أنت حالم. هذه الأنظمة لا تقوم إلا برعاية أمريكية. محمود من تونس يقول بعدما اطمأنت دولة الإمارات على إطفاء كل شموع الديمقراطية البازغة تريد الآن جر كل الدول العربية إلى مربع التطبيع الذي صارت مطاعة. حسن العماري ماذا يقول؟ يقول دولة المؤامرات كما يسميها الكيان كذا كذا، هناك مفردات الحقيقة نتعفف عن ذكرها، هي مجرد عصابات قطع طرق والمجرمين بدون تاريخ ولا لا لا. حسن العماري عزيزي، لا يمكننا أن نسحب التاريخ من هذه الشعوب، التاريخ للشعوب ليس لنظام فلان أو فلان، فلا يعني اختر مفرداتك، لا نريد أن نكون هنا منبر للإساءة، لا، نحن منبر حر صحيح، تنتقد من تشاء لكن برقي ورفعة، لسنا هنا لنسيء لهذا أو ذاك. الدفالي عزيز من المغرب يقول بشار الممانع بحضرة الأمير المطبع والمكان والمقعد ذاته هو ذاته من جلس عليه هرتسوغ المحتل قبل مدة قصيرة وعجبي، يقول الدفالي عزيز من المغرب. طيب، قبل الفاصل ما زال عندنا وقت حتى نعرض المزيد من الرسائل بعجالة. صالح من المغرب يقول استقبال بشار في الإمارات الوظيفة لتمرير أجندة خارجية منها ما هو صهيوني ومنها ما يتعلق بجمع المرتزقة من السودان واليمن وليبيا للقتال إلى جانب الروس ضد الأوكران. الإمارات بالأمس تندد بأفعال بشار واليوم تحتضنه بناء على إملاءات خارجية. طبعا هذه وجهة نظر صالح من المغرب. أشكر حسن من سوريا، أبو عمار من الأردن، الحاج رضوان من ليبيا، محمد نصر من الأردن، أبو بدر من المغرب، نور الدين سليمان من المغرب، ورسائل عديد من الرسائل الأخرى. أشكركم جميعا، ولكن أدركنا الوقت الحقيقة لا نستطيع عرض المزيد. الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. أبدأ هذا الموجز من اليمن. التحالف يوقف عملياته والحوثيون يعلنون انتهاء الحرب، هكذا. توقفت اليوم العملية العسكرية الجوية التي ينفذها التحالف السعودي الإماراتي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن. لم تعلن الميليشيا الحوثي تعرض قواتها لأي ضربات جوية من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية كما تسمى. يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان مجلس التعاون الخليجي أنه سيستضيف في العاصمة السعودية الرياض مشاورات للأطراف اليمنية بما فيهم الحوثيون في 29 من مارس الجاري بهدف وقف إطلاق النار وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية، مؤكدا أنه يسعى لإنهاء أزمة اليمن وإعادة الأمن والاستقرار لهذا الشعب اليمني. إلى الخبر التالي، قضية الصحراء، إسبانيا تعلن للمرة الأولى دعمها للموقف المغربي في القضية، والجزائر تستدعي سفيرها في مدريد للتشاور. أعلنت الحكومة الإسبانية علنا وللمرة الأولى دعمها موقف المغرب في قضية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 من جانب المغرب
هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع بين الرباط وجبهة بوليزاريو. في الأثناء استدعت الجزائر سفيرها في مدريد بإسبانيا فورا للتشاور، ربما ردا على هذا التطور بعد التصريحات الإسبانية فيما يتعلق بملف الصحراء. أوضح بيان لوزارة الخارجية أن السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات في إسبانيا بشأن قضية الصحراء، وتابع البيان أن الجزائر تستغرب بشدة الانقلاب المفاجئ لإسبانيا تجاه هذا الملف. إلى مصر، انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة. هل هي تداعيات مبكرة لسد النهضة أم فوضى وفساد؟ طبعا أبرز هذه المناطق هي مصر الجديدة. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه اليوم عن 12 منطقة في محافظات القاهرة لمدة 12 ساعة كاملة. وأوضحت شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى سبب انقطاع المياه مؤكدة أن السبب هو وجود أعمال تحويل تتعلق بمسار خط مياه قطره 1000 ملليمتر. هذا طبعا ما تقوله في تبريرها لهذا الانقطاع. إلى الخبر التالي، تقرير السعادة العالمي أي الشعوب أكثر سعادة، ليبدو أن للعربي حظ كبير في هذا ربما. موريتانيا في الترتيب 133 على مؤشر السعادة، فنلندا تتصدر العالم. هناك طبعا بعض الدول العربية مصنفة في مراتب متقدمة لا ندري الصدقية بالطبع. بمناسبة اليوم الدولي للسعادة في 20 مارس الذي يصادف سنويا، أطلقت الأمم المتحدة التقرير العالمي للسعادة لهذا العام. شمل التقرير 146 دولة، وقد حدد مستوى السعادة فيها على أساس مؤشرات عديدة أبرزها متوسط العمر، نصيب الفرد من الناتج المحلي، تفشي الفساد. وللعام الخامس تصدرت فنلندا الترتيب إذ يعد سكانها الأكثر سعادة في العالم. عربيا تصدرت البحرين قائمة أكثر الدول سعادة وحلت في المركز 21 عالميا، تلتها الإمارات والسعودية في المركزين 24 25 على التوالي. وقد تذيلت اليمن وموريتانيا والأردن ولبنان الترتيب العربي من حيث السعادة، وجاءت في المراكز كالتالي 132 133 134 145 على التوالي. نختم بهذا الخبر الرياضي أو عنده علاقة بالرياضة. نهاية مهلة تقديم العروض لشراء فريق تشيلسي اللندني، وجهة عربية هي صاحبة أكبر عرض، لكن لا يبدو أنها ستنال نصيبها رغم أن عرضها هو الأكبر. انتهت مساء أمس المهلة التي تم تحديدها لتقديم العروض لشراء نادي تشيلسي. بحسب صحيفة ميرر البريطانية، فقد قدمت 20 جهة عروضا لشراء الفريق الإنجليزي. سيبقى القرار بيد الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإعطاء الضوء الأخضر لبيع الفريق لصاحب العرض الذي يستجيب للشروط. ركزت الصحيفة على أهم العروض التي قدمت للاستحواذ على تشيلسي، وقالت إن العرض الأعلى ماليا قدمته المجموعة الإعلامية السعودية بقيمة 2.7 مليار جنيه استرليني. ما قصة الاستثمار السعودي في الفوتبول لا ندري. على كل حال، كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى تونس. مظاهرات غدا متوقعة في عيد الاستقلال، يحتفل التونسيون باستقلالهم في ظل انقلاب ربما يشوش المشاعر ويعكر المزاج. تخفيض التصنيف السيادي أيضا يزيد المخاوف على مستقبل تونس الاقتصادي وحتى الاجتماعي والسياسي. إلى أين تتجه تونس في ذكرى استقلالها 66؟ وماذا عساهم التونسيون غدا سيصنعون في الشارع بحناجرهم وبشكل سلمي؟ نعود لهذا الموضوع بعد الفاصل.